بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون بينكم. لا أدري إن كان هناك مزيدا من الأفكار التي يمكن أن نتداولها بعد أن استمعنا إلى مداخلات قيمة جدا من أساتذة في السياسة وفي القانون وفي مختلف مجالات الحياة في العمل السياسي. ما أود أن أتطارحه معكم هي أفكار أولية حول متطلبات الانتقال الديمقراطي، ويمكن أن نعكس هذه الأفكار على واقعنا في البحرين. ولعل المقصود من التغيير الديمقراطي هي أو هو الانتقال إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية، مع اختلاف في تحديد طبيعة النظم والنظام السياسي الحالي وطبيعة النظام الديمقراطي المراد الوصول إليه. فالنظم السياسية غير الديمقراطية هي تلك التي تتسم بالسلطوية وتختلف درجات التسلط من بلد إلى آخر، بين تلك الدول الشمولية التي تتسلط فيه الدولة على كل معالم الحياة العامة والحياة الخاصة، إلى نظم شبه سلطوية ينحصر تسلطها في المقدار الذي يفسح لمن بيده السلطة أن يفعل ما يشاء من دون حساب حقيقي من أي جهة كانت. الشمولية لا تكتفي فقط أنها تسيطر على إمكانات الدولة، إنما تريد أن تسيطر عليك أنت أيضا وكيف تفكر وكيف تتحدث. تلك هي النظم الشمولية المقيتة جدا، نظام صدام حسين، نظم كثيرة من هذا النوع. وبعض الأحيان تتجه دول تريد أن تتجه إلى النظم الشمولية كما هو موجود عندنا حاليا. من المهم الالتفات إلى تصنيف الدول المستخدم على أساس قربها أو بعدها من الديمقراطية حاليا. فمثلا هناك تصنيف الدولة الفاشلة، وهي دولة انهارت فيها النظم والقيم وأصبحت غير قادرة على أو غير راغبة في حماية أمن مواطنيها من العنف، كما هو الحال موجود الآن في الصومال. اليمن تعتبر الآن نوعا ما دولة فاشلة، وهناك دول أخرى كثيرة تصنف الآن دولة فاشلة. والدولة الفاشلة هذه أيضا على درجات، وهناك الدولة الاستبدادية، دولة فاشلة ودولة استبدادية. الدولة الاستبدادية قد تكون متطورة في مستواها المعاشي، ليس بالضرورة أنها يعني شعبها فقير أو لا يستطيع الأكل، ولكنها مستبدة، لا سيما في تلك الدول التي يعتمد اقتصادها على الريع، على مردود واحد مثل النفط أو في أماكن أخرى مجرد نوع من الأجار الذي تستلمه الدولة على نشاط معين. هذه الدولة تسعى إلى الحديث عن خصوصياتها، وأنه يجب أن تستثنى من أي تطور تاريخي له علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بحسب ما هو مطروح في المعايير والمواثيق الدولية. والدول الاستبدادية قد تبحث عن أعذار ومبررات غير الخصوصية، إذ يمكنها أن تشغل أجندتها السياسية بإطروحات أيديولوجية ثورية أو عنصرية أو اجتثاثية لا تعترف بوجود الآخر. وهناك إذا أخذنا دولة فاشلة ودولة مستبدة، هناك الدول الديمقراطية، والدول الديمقراطية لها درجات أيضا، ولكن نتكلم عن تلك الدولة التي توازن متطلبات التنمية الاقتصادية مع متطلبات حقوق الشعب، والتي تسعى أن تريح ضميرها، الدولة الماسكة أو السلطة الماسكة تريح ضميرها فيما يتعلق بشأنها الداخلي وعلاقاتها الخارجية. ومثل هذه الدولة تتناغم مع بيئة عالمية حاليا انفتحت على موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية، وهناك تداخل اقتصادي، الدول حتى الشركات تبحث عن نوع من الديمقراطية وإشراك الآخر والشفافية. هناك أيضا تفرع من هنا وهناك، فهناك دول متسلطة أو شبه متسلطة تسعى لأن تكون ديمقراطية، وهذه تسمى transition to democracy، هي التي تنتقل إلى الديمقراطية. وأعتقد هذا ما تبحث عنه، ما يبحثه هذا المؤتمر، هو يريد أن ينتقل بوضعنا السلطوي المتسلط إلى وضع أكثر ديمقراطية. كما أن هناك دولا لها تأثير
دولي أكبر من غيرها، وقد تراها ديمقراطية داخل حدودها كما نرى في الدول الغربية كثير منها جدا ديمقراطية، ولكنها لا تساند، ولكنها تساند الاستبداد خارج حدودها، أو العكس إذا أنها دولة استبدادية ولكنها تريد ديمقراطية في دول أخرى. هذا موجود في التاريخ وموجود الآن في الثورات الربيع العربي. أيضا إذا رجعنا في التاريخ، فرنسا كانت دولة مستبدة في 1776 وكانت تساند الثورة الديمقراطية في أمريكا. يعني أمريكا تبغى تتحرر من دكتاتورية بريطانيا، واللي ساندها كانت فرنسا وهي دولة مستبدة ويسمى يعني من أكثر، وانتظرت بعد ما نجحت الثورة الأمريكية الديمقراطية بمساعدة فرنسا، ولولا فرنسا ما نجحت الثورة الأمريكية. بعد 13 سنة صارت الثورة الديمقراطية عندها في بلدها، صار العدوى جت لها. حاليا هناك طبعا هناك بعد تصنيف حليو، لازم دولة فاشلة قلنا، وقلنا دولة ديمقراطية ودولة مستبدة، وهناك دولة تنتقل إلى الديمقراطية، وهناك تسمى الدولة المارقة. الدولة المارقة يطلق عليها هي تلك الدولة التي تتنصل من كل التزاماتها الدولية حتى لو وقعت عليها. فهذا التصريح ما يسمى بالروغ ستيت. مع الأسف أيضا أن الدول الغربية بانتقائية تسمي الدول المارقة فقط التي تعاديها، ولكن بالفعل أن هناك دول مارقة كثيرة. مثلا ليبيا هي أكثر دولة توقع على العهود زمن قذافي، توقع على العهود والاتفاقيات الدولية، موقع على كل الاتفاقات قبل لا تطلع، تقول لهم حطوا اسم ليبيا مرة واحدة، ولكن آخر دولة تعرف إيش معنات فيها العهود والاتفاقيات، فهي دولة مارقة من الدرجة الأولى. هناك حاليا حتى نقيس الدول إذا كانت ديمقراطية عدة مؤشرات لقياس الدول، أهمها مؤشر الإيكونوميست اللي يصدر يصدر الانتخابية والتعددية في هذه العملية، تقيس الحريات المدنية، تقيس أداء الحكومة، تقيس المشاركة السياسية، وتقيس الثقافة السياسية في البلد أيضا. على أساس هذا تقيم من 1 إلى 10. بحسب آخر مؤشر أن النرويج اللي صدر هذا العام أو العام الماضي، أن النرويج هي أفضل بلد ديمقراطي، حصل على 9.8 من 10، بينما احتلت كوريا الشمالية آخر مرتبة رقم 167. هي آخر، هي مقيمة 167 منطقة أو دولة، فكوريا الشمالية أخص دولة حسب هذا المؤشر، والنرويج أفضل شيء. أوضح المؤشر أن 25 دولة فقط في العالم هي تعتبر ديمقراطية كاملة بهذا المؤشر، يمثلون 15% من مجموع الدول في العالم، ويمثلون 11% من سكان العالم، لأن الدول لا ليس فيها هذه قد يكون من هناك. بالنسبة للبحرين، وجد أن دول الشرق الأوسط كلها دول تأتي، طبعا يقول لك هي ديمقراطية كاملة، ديمقراطية هجينة يعني مخلطة بين السلطوية، أو دولة سلطوية. البحرين وكل دول الشرق الأوسط تقريبا أعتقد مصنفة على أساس أنها دول سلطوية، ليس لها علاقة حتى مو هجينة، يعني مو في الدول المتوسطة بين الديمقراطية. والبحرين رقم 144، يعني 106، يعني رقم واحد يصير النرويج، احنا رقم 144، وكوريا الشمالية 167. مؤشر الحرية يصدر كل سنة منذ العام 72، ويركز على المفهوم الأمريكي للحرية، وبالتالي يركز على الحقوق السياسية وعلى الحريات المدنية، ويصنف الحقوق السياسية أيضا يصنفها ويقيمها عدد مؤشرات إلى 4: حرية المعتقد، حرية التجمع، سيادة القانون، وعلى حرية الشخصية. يعني في بعض البلدان قد يكون عنده، بالنسبة لإيران ما في حرية شخصية لأنها تلزم المرأة ويلزم الرجل بشيء، فبالتالي عنده مسؤولية عن الحرية الشخصية، هي جزء أصيل من الحرية العامة، ليس فقط تعطي واحد حرية انتخاب لكن أيضا تعطي حرية الشخصية. يصنف أيضا كل بلد من 1 إلى 10، وبحسب آخر شيء طلع في 2013 بلغ عدد الدول الحرة في العالم 90 دولة حسبه، يمثلون نسبة 46%، ويمثلون 43% من سكان العالم. وبلغ عدد الدول الحرة جزئياً 58 دولة، هم 30% ونسبة 23 من السكان، وهناك 47 بلد غير حر يمثلون 24% البوتوم من هذا، وإحنا مع الأسف في هذا
من الدول غير الحرة تصنفنا. كل دول الشرق الأوسط تقريبا أيضا تعتبر غير حرة بالنسبة لهذا المؤشر، والبحرين وهي 7 درجات، أحسن شيء رقم 1 وأسوأ شيء رقم 7، هذا المؤشر مالهم. البحرين محصلة 6 من 7 في هذا المؤشر، باقي يعني باقي علينا بس واحدة ونوصل 7 من 7 اللي هو أسوأ شيء في هذا الشيء. وإحنا يقارنوننا حاليا نأتي بعد مالي ومدغشقر وبعد غامبيا وغينا بيساو، ونعتبر من أكثر الدول تراجعت خلال السنتين الماضيتين. إذن ما هي العوامل التي تؤدي، لأن وقتي يمكن بيقول لي وقتك محدود، فأنا بسرعة أمشي على العوامل حتى نشوف إحنا بعدين عندنا العوامل أو لا، فأريد أمشي عليها بسرعة. أيضا هناك مستوى التنمية الاقتصادية، الكثير يربط أن الديمقراطية الصحيحة هي في بلد متطور من ناحية الإنتاجية، فهي لم تأتي هذه الديمقراطية والنظم الديمقراطية إلا بعد الثورة الصناعية في بريطانيا وأوروبا وأمريكا، بعدها نتجت هذه النظم، وبالتالي مستوى التطور الاقتصادي في البلد يؤثر بصورة مباشرة على الديمقراطية. أيضا اقتصاد السوق، يعني الاقتصاد المخطط، كل واحد غصبا عنه يتبع ما يقوله المكتب السياسي للحزب الحاكم أو ما تقوله العائلة الفلانية لأنه ينمي اقتصاده، هي أيضا هذا لا يؤدي إلى ديمقراطية، فيجب أن يكون هناك الاقتصاد الحر. هذه أحد العوامل التي تدفع بدولة ما في المؤشر الاقتصادي. هناك نوعية الموارد الطبيعية، يعني هناك دول ليست لديها أي موارد طبيعية أساساً ومع ذلك منتجة بسبب قوة شعبها، بسبب ذكاء شعبها. مثلاً كوريا ما عندها شيء، ما عندها لا بترول لا حديد، ما عندها أي شيء غير أن عندها تخرج كل سنة مهندسين وعلماء أكثر من كل أوروبا، وهي 50 مليون وأوروبا 500 مليون، اللي يتخرجون عدد الناس بالرياضيات وعدد الناس يتخرجون في كوريا الجنوبية أزيد من اللي يتخرجون من الأوروبيين. عندها ناس عندهم العلم والعمل شيء مقدس، وبالتالي عندهم تطور اقتصادي مهول، يعني ينافس اليوم الدول الكبرى يعني. ولكن هناك أيضا ناس أغنياء، يعني إحنا قد يكون معدل الدخل لو تقرأ بس بالأرقام، يمكن معدل البخل في البحرين هو واحد كوري الجنوبي، بس الفرق إن إحنا هو ريعي، يعني إحنا من النفط يجي مدخول واحد ليس من ضمن عملية إنتاجية، وبالتالي هناك من يتحكم في يأخذ هذا المدخول وشلون يوزعه، وبالتالي تصير عملية مشوهة. أنت عندك يمكن فلوس ولكن ما عندك تطور اقتصادي حقيقي. نوعية الموارد وكيفية استخدامها يؤثر. مستوى التعليم ونوعية مخرجات التعليم مهمة جدا في بالنسبة لكل بلد، يعني هناك بلدان ممكن يقول لهم ترى الشمس تطلع من الغرب، صدقون في عملية تجهيل. الآن ما نراه في البحرين مؤخرا في عملية تجهيل رسمية في الإعلام، يجهلون الناس، يقول لك أن أمريكا تتفق ويا إيران وإسرائيل لتجنيد الشيخ عيسى قاسم، وصدقون يعني لأول مرة عملية الجهل وصلت إلى درجة متطورة جدا في البحرين، مخرجات الجهل كبيرة جدا. يعني صدق صدق يصدق أنه تعال أن اليوم خطبة الشيخ عيسى قاسم لها علاقة بالموساد والمخابرات المركزية، وهي مال إيران بعد ما شو اسمها الأيام، متفقين بينهم عطوه، وكل الأعمدة تمشي على هالموضوع. عملية الجهل هذه ممكن تفشي في مجتمع عالم ويفهم ويقدر، يعني لو تقولها مثلا تروح تأخذها إلى الناس اللي يضطرون في كنز كروس لما عندهم بيزات يضطرون بيزات، تقول لك جدي أخذ البيزات اللي يطرفها وصفعها في وجهك، حتى اضطرار يعرف هذا غلط. بينما هني يجي لك واحد لابس نكتاي ولا ما يسمون يقول هالكلام، ولا عقال ولا هذا، وتارس ولا تارس بطنه أكل واجد من تروس من الخيرات البشر، ويقعد يهرك هرار ويطلع في التلفزيون يقول لك أنا بعد برنامج مهم هذا، ويبث يبرر هذا، يقول لك أنا بعد أعتقل كل الناس، يقول لك في بريطانيا يعتقلون كل الناس، ضربوهم في أمريكا دبحوهم وأنا ما يسمحون لي أدبحهم، شوف يعني ويقول هذا الكلام. وأن عملية تجهيل أنا قاعد نمر فيه، عملية تجهيل كبيرة جدا وخطيرة، خطيرة مو فقط على هذا، يعني هذا يصدقون يتخذ القرار يصدق هذا الكلام ويطلعون قرارات يقولون صدر أمس في تقرير في هذا المكان، تدور هذا التقرير لا يوجد، وفي العناوين الرئيسية توه السبوع مرتين قالوا أن صدر تقارير لا توجد.
لا توجد هذه التقارير، هذا ما كان موجود. البحرين في السبعينات في الثمانينات قول عليها اللي بتقول، بس ما تقول عليها هذا الجهل. قول على الوزير اللي بتقول، بس ما تقول عليه غير كفو. قول على وكيل الوزارة اللي بتقول في السبعينات في الست، بس ما يعني في السبعينات ما تقول عنه ما يفهم في شغلته. اليوم لا يفهم، عملية تجهيل حقيقية. وبالتالي أنت عندك أيضا لازم تحط عليها الناس قد يكونوا متطورين واجد، يعني اليوم تقنيا اليوم متطورين الناس، الشعب يعني يقدر يسوي له. تشوف حتى الوالدة عندها جروب لأولادها، أنا أمي عندها جروب تراسلنك اليوم بالواتساب، شيء عادي ترى اليوم. واتساب عمره 5 سنوات وواحدة عمرها 70 سنة ولا ما، كلهم بالواتسابات. الحكومة بعيدة ترى ما تدري إن فيش اسمه واتساب. ففي فجوة كبيرة جدا، في فجوة كبيرة جدا في هالواقع، قاعد يصير في فجوات خطيرة جدا في الوضع. مستوى طبعا تحطه ويا مستوى التعليم، مستوى الصحة، البحرين خالية من الأمراض، مستواها كل شيء في السبعينات في الثمانينات قوة. اليوم احنا جلسنا ناس واجد ولا ندري شو أمراضهم أصلا، لا يوجد حتى إحصاء شنو فيهم من أمراض، لا نعرف شنو هاي الأمراض الموجودة، لا في أحد يفتكر. ولا اليوم واحد بيصيد الشيء بتقول تعال باشتك اليوم أصلا، حتى تعال اثبت، يقولك دولة قانون مؤسسات إذا ثبتها عاد روح ثبت. فبالتالي في عملية تضييع إلى حتى المنجزات اللي أنجزناها إحنا اللي كنا نفتخر فيها. أعتقد حجم البلد مهم جدا، إحنا مو مصر، إحنا مو تونس اللي هي 10 مليون، أي شيء أقل من 5 مليون ما يهز، يعني كشعب أقل من 5 مليون ما يهز. يعني الهونغ كونغ قام صارت فوق 5 مليون بدأت تهز شوي. أي شعب أقل، لأن تحتاج إلى مساحة شوي، يعني 10 مليون 5 مليون 10 مليون فوق، هذا شعب كامل يقدر يأثر في المعادلة مالته، وإلا يصير أقل، يصير محكوم بالمحيط ماله. يعني اليوم لخسنتاين دولة أصغر من البحرين ولكن شعبها واجد متطور، عنده ديمقراطية ويعتبر من أرقى شيء، لكن هذا برحمة المحيط ماله، ما في ولا شرطي واحد يعبر حدوده من الشروط الدول المحيطة فيه، كلهم يحفظون لحقوقه ولا قاعد ينام مرتاح، ولا حد لا يصرف على الأمن واجد ولا على الدفاع، مرتاح في محيط حميم جدا إلى الديمقراطية. فأنت أيضا المحيط، أيضا المحيط في يقدس مسألة التعددية. اليوم أنت عندك التعددية عيب، يقولك لا أنت شيعي معناته أنت إيراني، أولد العلال أنا عربي مولود من آلاف السنوات أولادي وأجدادي، يقول لا أنت من الخمسينات. من كثرة الجهل يقولك أنت البحراني من الخمسينات جاي، يعني الجهل وصل إلى درجة متطورة عندنا حقيقة. يعني أنت مثل ما تقول لواحد هندوسي اليوم الاسم الهند عليه، تقول له أنت مو من الهند، هو اسمه هندوسي وبلد مسميه هند على أنه هندوسي، يعني عارف شلون. وهو تروح لقبطي اللي هو لغته تشبه لغة الفراعنة، اللي هو اللي جو اكتشفوا لغة الفراعنة حتى يعرفون النغمة مال الفراعنة شنو، هاي أخ عمون ما شاية اكتشفوها جايفة، راحوا يتسمعون للأقباط لأن لهجتهم قريبة جدا ولغتهم قريبة جدا للغة الفراعنة. العلماء اليوم احنا يقدرون يقرون الفراعنة لأنهم عرفوا القبطية، لأن القبطية هم المصري الأصلي. اليوم تروح تقول للقبطي أنت مو من مصر، يعني اليوم الجرأة في الجهل، الجرأة على الجهل خطيرة جدا قاعدة تصير. حجم البلد صغير جدا، الثقافة السائدة لدى النخب النافذة ولدى قطاعات المجتمع المختلفة، إذا كانت الثقافة تطغى عليها الفتوى الدينية ولا يتحرك إلا بفتوى ولا يتحرك إلا شيء، هذا مختلف. وأيضا هناك لا يتحرك إلا بالقبيلة، هذا يعز القبيلة أو يذل القبيلة، أنا ما أتحرك إلا فيها، أو العرق والقومية، هي كلها ترسم دائرة مستوى الثقافة في أي بلد. لذلك اليوم البلدان التي تنتعش فيها الديمقراطية هي البلدان اللي ما تسمى بالكوزموبوليتن، يعني المتنوعة التي تقبل بهذا التنوع. وللغريب جدا أنا أخذت تعريف الكوزموبوليتن وشفتي انطبق على المنامة من 1850 إلى 1985، هاي منامة كوزموبوليتن يا جماعة، يعني إحنا عندنا مدينة حقيقة أفضل مدينة متنوعة، يعني أنتجت البحرين مدينة حضارية متنوعة متعايشة متآلفة. حتى أن يقولون أن في بداية الخمسينات قبل لا تصير 53 52 أو شيء، أحد الكبار يقول لي أن راحوا إلى الشيخ سلمان الحاكم
مجموعة قالوا نحن نبغى نبند العزاء يزعجنا ويسوي إزعاج. قال ديرة ديرتهم تبغون نبند عزاهم. شوف شلون النخبة هذيك الأيام متنوعة، شلون التنوير واصل حتى إلى أن القرار ما أجرى على قرار أن هذا قرار ديرتهم، راح بنعهم. فبالتالي أنت عندك يعتمد على مقدار التنوع والقبول هذا الآخر، أن هذا يعطي مجال أيضا إلى 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 أن تنتعش ثقافة القبول بالآخر. وهذا المجتمعات أيضا تنتشر فيها قيم التحررية. يعني هل أن هذا المجتمع، يعني أنت اليوم في مجتمع نظام عندها حسبة لكن بالغلط، يقول لك أنا هذا يتكلم كلام فهو يخرب الأجيال فأنا لازم أروح أقتله. أنا عندي هذا محتسب، أنا الله احتسبني أروح أدافع عن الأجيال وعن الفكر، روح قتله أو روح اشتكي عليه في محكمة في مصر. فعندهم نظام الحسبة، مثلا تكلم دكتور طه حط له تويتر ما يشوف إلا عليه قضية مسجلة من قبل محامي، تعال هذا أقول لك نظام الحسبة هذا اللي قاله في كفر وضلال. في القيم هذه هل هي موجودة؟ أن هل قد في عندك وش يسمونه، أم أنك أنت عندك قيم التسامح؟ أنت كما جاء واحد في 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 تراثنا، أن جاء واحد قال جارك اللي يسكر، قال أنت شفت يسكر؟ قال سمعت عنه. قال سمعت عنه، تقعت وياه؟ جاء الدا، قال اسكت عنه، عليك من أنت؟ ففي قيم التسامح. أنت لما ترجع عندما كان الإسلام صاعد وقدر يحتوي كل الأمم كان في تسامح واجد. أما اليوم تعال بقى أشيك على الواحد شنو سوى وشنو قال وشنو قصد من هالكلمة، وتعال وعمل التصفية عليه من أجل خدمة لله، لأن أقتل البشر خدمة لله. فهناك تاريخ العلاقات وهو مهم جدا، تاريخ العلاقات الاجتماعية في أي بلد. هل العلاقات الاجتماعية نتج عنها في الماضي تنازلات لبعضهم البعض أم لا؟ النخبة الحاكمة تتنازل للمجتمع والمجتمع يتنازل لها أو لا؟ منها تكسير راس. إذا مسألة تكسير راس فمسألة هي كسر عظم، يعني كل مرة أبغى طالب بشيء كسر عظم، أو أن أحصل الشيء لأن في حصلت موجة في هالسنة سنتين وفي أنا أبغى أعترف بهذا الدور فأفسح لك مجال، بس ما في تنازل حقيقي. يعني ما لحد الآن أنا اللي أشوفه في البحرين ما عدا 1923 تنازل كبير وحقيقي لا يوجد، حتى 1970 لا يوجد، وإنما كان ضمن باقة من يعني ضمن تشكيلة معينة من الحركة، الجو العام كان جاء الاستقلال وجاء، لكن التنازل الحقيقي وتعديل الأمور كان فقط في 23، وهذا كان بإرادة من بريطانيا، ما هو بإرادة من أي واحد. قصبنا جد حطت سفن على حربية قالت اللي عاجبنا عاجلنا معاجبنا يبرز روحه بضربه، ونظفوا الأول والأخير واللي عجبهم ولا هذا. قال هذا أبغي من اليوم رايح، من اليوم ما أدري التاريخ كم، قال هذا اليوم يصير هالشكل، اللي مو عاجبني يرفع يده، اللي رفع يده قال له برا قم اطلع، وتنفذ الشيء وتنازلوا هذا وصار فيه تنازل. إحنا ما عندنا تاريخ تنازل لبعضنا البعض، هذا واقع، وهذا قاعد يفسر لك أنت قضايا بسيطة ما جات نحل، لأن ما عندنا، بينما النرويج بينما اسكندنافيا أكثر شعوب وحكام وعوائل معروفين بالتنازل لبعضهم بعض، معروفين أن أنا من أجل أن أعيش وياك بسن بتنازل إلى، فبالتالي هم لحد الآن يحصلون على درجات عليا جدا وهم أعلى درجات في الديمقراطية.